فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الكذب في بعض الحالات؟ وهل يجوز الكذب إذا كان المستمع يعلم أن كلامي هذا كذبا؟ الكذب لا يجوز إلا في ثلاث حالات لأجل المصلحة الراجحة، وهي كذب الكذب لإصلاح ذات البين. تقول فلان يثني عليك وده يلتقي بك وحريص، تروح للآخر ومثل ذلك تقرب بينهما وتزيل الوحشة بين، لا بأس، هذا لإصلاح ذات البين جائز لأن مصلحتها أرجح. الحالة الثانية بين الزوجين بعضهم مع بعض، يجوز لك تكذب على زوجك، بجيب لس وبحط لس وأنا أحب لس وأنا إلى آخره، وهي تقول كذلك لأجل أن تبقى الزوجية. ها؟ المسألة الثالثة الكذب في الحرب، الكذب في الحرب لتخدع العدو بذلك، نعم، غير هذا الكذب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز، نعم.